أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف أن جولة سادسة من محادثات أستانا بشأن تسوية الأزمة السورية أجلت من أواخر شهر آب أغسطس الجاري إلى منتصف شهر أيلول سبتمبر المقبل. وقال عبد الرحمنوف للصحفيين إنه تم تأجيل وفقا للمعلومات التي تلقاها من روسيا والتي تفيد بأن الدول الضامنة أي روسيا وتركيا وإيران تعتزم عقد اجتماع فني قبل نهاية الشهر الجاري، إذ ستتفق على جدول الأعمال ومواعيد اجتماع أستانا المقبل على وجه الدقة. أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي أصبحوا عالقين في قضاء تل عفر بعد أن تم حصارهم من ناحيتي نهر الفرات، مشيرا إلى أن أيام التنظيم باتت معدودة. وكان ماتس عقد في بغداد اجتماعات مع قادة عراقيين بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتزامن مع دخول القوات العراقية مدينة تل عفر. أعلن الجيش اليمني قتل ما لا يقل عن 20 مسلحاً من ميليشيات الحوثي في محافظة تعز، وأضاف الجيش أن المعارك اندلعت عقب هجوم شنه الحوثيون على مواقع الجيش، مؤكداً تمكن الجيش من التصدي للهجوم وإجبار الحوثيين على التراجع. اعتقلت السلطات المغربية شخصين يشتبه بصلتهما بمنفذي هجوم الدعس الذي أسفر عن قتل 13 شخصاً في مدينة برشلونة الإسبانية، وأن أحد الرجلين يشتبه بصلته بتنظيم داعش وبالتخطيط لشن هجوم على السفارة الإسبانية في الرباط. قالت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة في بيان لها إن عدد الأطفال الذين جندتهم جماعة بوكو حرام لتنفيذ هجمات انتحارية في نيجيريا هذا العام زاد بأربعة أضعاف عن أعداد عام 2016. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة قلقة للغاية بشأن الزيادة المروعة في الاستخدام الوحشي للأطفال خاصة الفتيات كقنابل بشرية في شمال شرقي نيجيريا. ألقت الشرطة المصرية القبض على 12 شخصاً بينهم أطباء وممرضون يشتبه بتورطهم في شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية. وأضافت الداخلية أن الشبكة اتفقت مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية إلى مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة. الموجز إلى اللقاء.